حقيقة يعني حتى وصلنا لهذه المرحلة كان يعني عدة جهود تضافرت في تسهيل المهمة بإحضار السيتات والقياسات وتحضير المريض وتحضير الصالة. تعرف هذه عملية حساسة ودقيقة، والالتهابات هي من أكثر الأشياء اللي احنا نخاف من عدها، فحقيقة تحتاج تضافر يعني عدة جهود حتى نحصل على النتيجة اللي نريدها إن شاء الله. عملية تبديل مفصل الورك الكامل لمريضة تعاني من تنخر رأس عظم الفخذ، طبعا تعتبر هذه العملية الأولى في مستشفى حكومي تجرى بعد التحرير إلى حد يومنا هذا. تم إن شاء الله استخدام مفصل أمريكي في هذه العملية، يعتبر من أرقى المناشئ العالمية، وإن شاء الله تكون هذه أول عملية وما تكون آخر عملية إن شاء الله خدمة لأهلنا في محافظة نينوى. قبل التحرير كانت تجرى، بس تعرف بعد الأحداث اللي صارت المستشفيات كانت غير مؤهلة، بس الحمد لله مستشفى الجمهوري احنا حاولنا واشتغلنا الحمد لله، وكل الجهود تضافرت حتى نصل لهاي الدرجة، حتى نقدر احنا نشتغل عمليات دقيقة وحساسة تجرى بمراكز يعني متقدمة جدا حول العالم، نقدر نسويها ان شاء الله بمستشفى الجمهوري مستشفى حكومي ان شاء الله خدمة للناس. اليوم يوم مهم في تاريخ مستشفى الجمهوري بعد عمليات التحرير بإجراء عملية فوق الكبرى، ألا وهي عملية تبديل مفصل الورك لمريضة عانت منذ سنوات طويلة من الألم وصعوبة في الحركة والمشي. يقوم بإجراء العملية فريق طبي برئاسة الدكتور أحمد ياسين أخصائي جراحة العظام والكسور. أنا من 2019 يعني نمت قعدت ما أقدر أقوم، ويوم عن يوم جد السؤال حاله، راحوا على الأطباء قالوا انزلاق بالفقرة، ما جلس يعني ما صارت لي نتيجه، طول علاجات ما صارت لي نتيجه، اخر شيء رحت قالوا عندك تاكل بالعظم مال الفخذ. ايه رحنا على الدكتور احمد ياسين، يعني اخر فتره اني يعني مقعده بالقاع. نعم. ايه قمت ازحف بالقاع يعني ما اقدر، ظليت 6 شهور اني ازحف بالقاع ما اقدر اقوم، يعني اللي يجون يشيلوني بالزور قمت ما اقدر اصلي. اخر شيء يعني الفضل الدكتور احمد، الدكتورة ليلى، والدكتورة سولاف، الدكتورة شهبة، يعني قاموا بالواجب ما خلون قصره وسووا لي العمليه، واني ممنون والله واشكر منهم، يعني انقذوني من الموت، من الموت انقذوني، يعني كنت ميته يعني فقدت الامل، يعني تقريبا 6 سنين وهاي السنه الرابعه اني بهاي الحال. سويت عمليه قبلها؟ سويت قبل 6 شهور سويت. وين؟ اربي. نجحت؟ نجحت، ايه واحد دكتور احمد سواها لي، وهسه هاي العمليه الثانيه. بثاني رجل. ايه اثنيناتهم، لان رجلين كانت، هاي كانت ناقصه يعني تقريبا ايه هيجي 4 اصابع تقريبا، وسواها لي دكتور احمد. اول عمليه لمريضه تبديل حوض بعد عمليه التحرير في مدينه الموصل باشراف فريق ضفاف نينوى التطوعي وباشراف فريق الرافدين تجمعنا، وبدعم ايضا بدعم من الدكتوره ليلى المولى دكتورة شهبة ودكتورة سولاف أيضا، وبإشراف الكادر الطبي برئاسة الدكتور أحمد ياسين أخصائي جراحة العظام والمفاصل، وبإشراف أيضا الدكتور منصور رئيس صحة نينوى وكالة. إن شاء الله ستكون المستشفى باستقبال الحالات المرضية لهكذا حالات أمثالها، وستكون طبعا محط انظار المسؤولين للنهوض بهذه المستشفى والنهوض بكادرها الطبي والتمريضي والإداري في نفس الوقت.